مشاهدينا، وللحديث أكثر عن الوضع المعيشي الصعب في العراق وبين دخول شهر رمضان المبارك في ظل فشل حكومي مزمن، ينضم إلينا عبر الهاتف من ميسيساغا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ زياد المشهداني. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، إلى أي مدى ترى أن تذبذب أسعار الصرف وعدم وجود سياسات حقيقية تدير الوضع انعكست على الوضع المعيشي للعائلة العراقية؟ إلى أي مدى تراها يعني واقعية اليوم؟ طبعا حتى نقدر نحل هذه المشكلة لازم نشخص أسبابها. نعم. أولا محاربة سلال العراق من المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات وبعض السيطرات التابعة للأحزاب تحرص على محاربة المنتوج المحلي التابع للمواطنين. هذه المحاربة يجبرون بها أصحاب المشاريع من زيادة أسعار منتجاتهم أولا، ثانيا حتى يأذون أكثر الطبقة الكادحة بالعراق. طبعا هذا حتى يكبر دخل الأحزاب المسلحة ويتمكنون من إنفاقها على التابعين لهم. إذن ما يحصل من صعوبة للعائلة العراقية هو نتاج المحاصصة وسيطرة القوي على الضعيف. هذا برأيي طبعا يعملون كلها بخطط منهجية لإجبار المواطن بعدم التفكير بغير لقمة العيش وإبعاده عن التفكير للمستقبل المظلم الذي ينتظر. طيب، يعني لعلك استمعت إلى التقرير أو إلى تصريح المسؤول الحكومي الذي يعني وعد بوجود البيض والنشا والطحين وبعض مفردات البطاقة التموينية، ألا ترى أن مفردات هذه البطاقة التموينية فقيرة بالنسبة لوضع العراق اليوم؟ نحن في سنة 2023، في أيام الحصار كانت المفردات أفضل من اليوم، يعني كيف ترى أن هذا تراها الحكومة ربما إنجاز يحسب لها؟ طبعا السلة الغذائية هي يعني برأيي ما أعتقدها إلا هي إهانة للمواطن العراقي الذي يمتلك كل هذه الخيارات المطلوبة منه بالقوة السلاح. من عام 2020 إلى اليوم 3 سنوات زادت نسب الفقر، ورمضان طبعا بالذات مر على 3 سنوات بشكل صعب جدا للعائلة العراقية، خصوصا نحن نتصدر قائمة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الحروب المفتعلة ما بين الأحزاب. هذه يعني من أهم الأمور اللي نقدر نحملها. نعم. إذا أريد نحسب النسب اللي يقولوها هم كلها خاطئة بصراحة. يعني طيب، يعني أستاذ زياد، وزارة التخطيط تتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 10 ملايين عراقي خلال العام الحالي، يعني ربع سكان العراق. كيف يمكن أن تواجه هذه الملايين حالة الغلاء الذي يتزايد كل يوم؟ طبعا مثل ما ذكرت لك نسب الوزارات بالسلطة في العراق غير صحيحة. أولا الحقيقة هي 35% هم اليوم أصدروا قرار على أساس 15% أو 25% تحت خط الفقر. هو بالحقيقة في سنة 2019 قبل أزمة كورونا والنسب اللي زادت بعدها كانت 35% تحت خط الفقر. المتوقع توصل إلى 60% خلال هذه 2023. للمواطن العراقي لا حول ولا قوة بسبب بعض المتصدرين مشهد يشتتون الرأي العام حتى يتسنى لهم التلاعب في مستقبل الفرد العراقي. إسقاط النظام المحاصصة أمر أصبح واقع، لأن مع هذا التخبط السياسي مستقبل العراق يشبه لبنان الحالي. نعم. بغض النظر يعني عن الفروقات بين العراق ولبنان، لكن بصراحة لبنان راح تكون سابقتنا بمراحل أكبر، لأن على الأقل هم عندهم شوية من السياحة، إحنا ما عندنا أي شيء بالعراق. نعم. اللي حصل حقيقة هو كل عمل ممنهج لقتل التاريخ العظيم للعراق. هذه أولا. ثانيا، نعم، خلي نجيب لك مثال. نعم. طيب، في كل دول العالم إذا تسمعني أستاذ زياد، وحتى الدول الرأسمالية منها، تتخذ الحكومات تدابير تقدم فيها مساعدات عبر مشاريع تنقذ بها الفئات الأكثر حاجة والأكثر فقرا من دائرة الفقر. هل ترى أن الحكومة لديها خطة لإنقاذ هذه الفئات التي بدأت أعدادها تتزايد يوم بعد آخر؟ طبعا حكومة السودان روجت إلى أوكساج لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، لكن في ظل حكومة أتت بمنهج المحاصصة
وإذا عمل المرفق بالمستقبل بالطريقة الصحيحة سيكون عمل لصالح جمهور الأحزاب وحسب المحاصصة للأحزاب. طبعا هذا أمر متوقع من كل الخبراء مو بس من عندي يعني. فأي ترويج يتم له على أنه إحنا راح ندعم الفقير هو لدعم جمهورهم فقط. نعم. طيب في مقابل هذا تعلن الحكومة عن موازنة لثلاث سنوات مقبلة أو الحالية وبعدها سنتين، وهي سابقة لم ترد في تاريخ أي دولة. على أي أساس يتم إقرار موازنة بهذا الشكل، وعلى أي أساس تم التخطيط لها؟ حتى مستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح يقول أنه توضع لا توضع الموازنة ولكن يوضع تصور لها وخطة مالية، ولا توضع موازنة لثلاث سنوات. ما الغرض منها يعني؟ نعم أنا طبعا أعتقد هذا قرار سياسي لضرب الاتفاق الذي حصل ما بين وسطاء بين الإطار والتيار الصدري. لذلك أتوقع هذه محاولة ليرجع مفسدة للعملية السياسية، لأن ما من الممكن تكون أقرار موازنة لثلاث سنوات في وضع شو يشبه الوضع العراقي لعدة أسباب، أهمها سعر صرف الدولار الغير مستقر، أسباب سعر أسعار سعر النفط في المستقبل لا توجد أي دراسة له. طيب إذا كانت موازنة الثلاث سنوات المطروحة من الحكومة باعترافها أنها لن تحل أزمة الفقر والغلاء في العراق لأنه غير مبنية على أسس مالية صحيحة وحقيقية واقعية من حيث سعر النفط الذي تم إقراره على 70 وهو أكثر من 70، فهل تحل أزمة الفقر أكياس الشعرية والنشا التي طرحتها الحكومة وتتفخر بها؟ المشاكل اللي يواجهها المواطن العراقي هي أكبر طبعا بالحقيقة من الاقتصاد ومن المحاربة المواطن للقبض العراقي بكل الطرق، لكن أنا قلت لك يعني هذه السلة الغذائية والبطاقة الثمينية ما هي إلا إهانة للمواطن العراقي بظل هذه الظروف. طبعا سنة 2023 المفروض تكون عندنا خطط مستقبلية لمدى 2032 اللي هي كل الخبراء الاقتصاديين بالعالم أكد يعني الأغلب من عندهم على ما أظن أكدوا أن أسعار سعر النفط هو منتهي إلى يصل إلى حد $20 لسعر البرميل الواحد. نعم. وبهذا راح تكون حالة العراق يعني ما نقدر نتخيلها بصراحة. لذلك إحنا نعمل على مع النخب العراقية بصراحة لدعم أكبر عدد من المعارضة العراقية حتى يعملون لإنقاذ العراق مما تؤول إليه بالمستقبل الأوضاع. من ميسيساغا الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ زياد المشهداني، شكرا جزيلا لكم.